لطالما أحببت أن أصبح أباً. لقد عملت جاهداً طوال حياتي لكي أكون أفضل معيل لعائلتي. لطالما أحببت أن أساند زوجتي كي تعرف أنني سأكون دائماً هناك من أجلها. لقد كنت في سلام في اللحظة التي كان فيها طفلي الحبيب يعانقني. كان هذا هو حلم الحياة بالنسبة لي. حتى حطم الطبيب هذا الحلم وقال لي إنني عقيم. كيرفولتريب موجودة هنا لتعطي لحياتك معنى من جديد.